محاولات السيطرة والاستحواذ دون كرات خطيرة على مرمى الفريقين. اللمسة حلوة من حسام حسن، يا سلام، جول! الكابيتان ظهر وبان، وفي التوقيت المناسب حسام حسن يضع الكرة في الشباك. من زمان يا حسام، من زمان، اظهر وبان، عليك الأمان. الله 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 على لمسة من البداية، ثم عادت كرة، يا سلام يا سلام على محمد عصام، ثم حسام حسن يضعها في الشباك. أي لمسة يا عصام، أي أسيست يا عصام، وأي لمسات تدون بأقدام اللاعب حسام حسن، دوزنها في الشباك، وضعها بدون أن ينظر بعينيه، بدون أن يراقب الشباك، حافظها. هي لمساته، هي كراته، هي حلاوته، جماله. ويا عيني يا عيني على حسام حسن، يا عيني، اللي يتقدم بهدف أول لمصلحة فريق سموحة السكندري. ركلة الجزاء في الدقيقة 85، سموحة يبحث عن هدف ثاني، هدف مهم جدا. حسام حسن يريد أن يعلو دائما بإمكانياته وقدراته إلى المزيد من الإبداع، إلى مزيد من التهديف، إلى مزيد من التسجيل. يطلق العنان لنفسه لكي ينطلق. انطلق يا حسام. حسام حسن على تنفيذ ركلة الجزاء. حسام من أجل تسجيل الهدف الثاني والتقدم بالنتيجة بهدفين. هل يسجلهما حسام حسن؟ هل يسجل هدف الثاني حسام؟ حسام وأمام حارس المرمى أحمد السعدني. حسام والسعدني، حسام حسن على تنفيذ ركلة الجزاء بإصرار كبير. حسام حسن، حسام، جول! أطلق العنان لنفسك وانطلق يا حسام. انطلق حسام، نعم، ليسجل الهدف الثاني ويتقدم بهدفين. هدفين يسجلهما القناص مرعب الحراس. حسام حسن عاد من جديد، حسام حسن عاد إليكم من جديد، يسجل هدفين ويتقدم لفريق سموحة بالهدف الثاني من علامة الجزاء. هدف يجعل لحسام حسن إمكانية أن يتنافس على قائمة الهدفين في مباريات قادمة، لما لا. هنا يرفع إشارة الاحتفال على طريقة مؤمن زكريا. أحمد شديد ناوي يلعبها للأمام، الراسية حاضرة من جديد، العودة بكرة في وسط الميدان، حلوة عند زياد، زياد إلى الجبهة اليسرى، انطلاقة لحسام حسن، حسام إلى بنجامين، البحث عن الثالث، الثالث 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 الثالث، الله! الموج الأزرق كان عالي وكأننا أمام تسونامي، تسونامي بأقدام اللاعب بنجامين بواتينغ، يتحقق على ملعب الجيش ببرج العرب في الإسكندرية. ثلاثية في مرمى الحارس أحمد السعدني، ولمسات سحرية تتحقق بأقدام حسام حسن، من ثم بنجامين بواتينغ. الله على كرات، الله على لمسات. حسام حسن سجل هدفين وصنع هدفا. إذا أسست من حسام حسن، وبنجامين في الشباك، يا حبيبي في الشباك. بالثلاثة أبناء الكابتن أحمد سامي يتقدمون بالثلاثة.